منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية؟ لا طبعا انت عارف المستوى، يعني مش مستوى غير متوقع بالنسبة لنا. يعني احنا قلنا البطولة العربية يعني احتكاك كويس للمنتخب، ايا كان هياخد مين مستر كروش ومش هياخد مين. ففوجئنا الناس اللي كانت حتى ظاهرة بشكل كويس نسبيا مش موجودين في القائمة اللي هي موجودة معاه في افريقيا. اول مباراة اللي احنا لعبناها مباراة الجزائر، مباراة نيجيريا، كنا احنا متخيلين ان احنا هنبقى ندي انا ما كنتش متخيل نيجيريا بالقوة دي بصراحة، عشان بقى لها فترة في ضربة غايبة شوية، فالناس فاكرة انها يعني مستوى مش اللي هو. فما جينا بصينا بصيت على المباراة لقيتنا الشوط الاولاني مفيش شكل خالص لمنتخب مصر. يعني مش هيبة المنتخب او هيبقى في حاجة مش مظبوطة. فقلت الشوط الثاني، لقيت الشوط الثاني برضو نفس حتى جه الشوط الثاني عمل تغييرات بعيده عن خالص عن اي حد يفكر فيها، فمبقاش عارفين هل هو بيفكر صح ولا احنا اللي بنفكر غلط، ولا احنا عايزين نقول وجهه نظرنا احنا كمشاهدين بقى. لقينا نفسنا كلنا 100 مليون حتى اللي ليه في الكوره ومش في الكوره متفق اللي في حاجه غلط في المنتخب. ما ينفعش انا اطلع مصطفى محمد واخلي محمد صلاح هو راس حربه رقم 9 ونزل له زيزو يرفع ونزل له زيزو في حاجه مش مظبوطه. طب لو انت هتحط محمد صلاح اصلا هو قافل لك الجزء ده وبيلعب بثلاثه، يعني الموضوع ما كانش زي ما انت متخيل انت توصل لفرقه نيجيريا الثالث الاخير ده بسهوله كده. فكانت الفكر واضح اللي هو حتى ما بيشاركش الناس اللي معاه. يعني انا متاكد الجهاز اللي موجود معاه اللي خاصه الناس المصريين الكابتن ضياء والكابتن محمد شوقي طبيعي اللي يبقى له وجهه نظر وراي، بس انا بقول في الاول وفي الاخر ده رايي مدير فني اخد بيه انا كمدير فني وما اخدش بيه، بس لازم اشاركهم معايا. لكن الاداء نيجي بعد كده الماتش غينيا لقيت برضو نفس الاداء. انا بلعب غينيا مش فرق المقارنه بينه وبين نيجيريا في المستوى مفيش خالص. وانا مش شايف انا بلعب فرقه غينيا بيساو احنا اصلا مستحوذين على الكوره، بس مش مفيش حاجه تحس كده اللي هي عامله خطوره على المرمى. وبنلعب بالجزء الامامي كمان، جزء بحس اللي هو جزء فيه من العشوائيه، يعني تقصد ان مفيش انسجام ما بينهم. مفيش انسجام. وانا قلت قبل كده على فكره وعملت قلت يا جماعه واضح اللي مفيش انسجام بين لعيبه المنتخب، مفيش شكل معين، هو كل واحد بيجتهد مع نفسه. محمد صلاح بيجتهد مع نفسه، دول اول مره يلعبوا مع بعض. خلي بالك في مشكله يعني. كمان انت بتعتمد على مصطفى محمد بيمتاز بالكره العرضيه. اما احمد فتوح ربنا يشفيه وعافيه الصب ده فقدنا جزء كبير مع مصطفى محمد. ناحيه اليمين برضه اكرم توفيق الصاب اللي هو ربنا برضه يشفيه فيه برضه كان. فانت الحتتين اليمين والشمال افتقدتهم. طيب انت المفروض انت كمدير فني وافتقدت اتنين زي دولت، انا لازم ابقى عندي البدائل اللي تبقى موجوده. انا رايح امم افريقيه وما عنديش البديل، رايح بطوله زي دي ومش عارف انا ما ابقى اثناء المباراه هعمل ايه. وانت مدير فني عالي جدا، يعني المفروض السي في بتاعك بيتكلم يعني. لكن تيجي تبص، يعني انا ما باجي امسك فرقه وراح العب مباراه طبيعي بقول لو انا كسبان هعمل ايه، لو انا خسران هعمل ايه، لو متعادل هعمل ايه، ولو انا محتاج اكسب هعمل ايه، ولو محتاج اطلع بالماتش اللي بره الامان. في سيناريوهات بتمر عليا وانا في الملعب كتيره جدا. صح. وهي بتمر عليه، لكن هو عنده سيمترية واحدة، الشكل واحد. يعني نقول الأداء هيتغير، الأداء ما بتغيرش. نيجي في البطولة العربية وممكن الجمهور كمان كان عامل دافع شوية والحماس والروح، لكن الأداء برضه هو. وخرجنا وقلنا كمان مش عاطينا إيحاء اللي هو الدنيا رحل في حتة تانية. لا السكة ماشية زي ما هو عايز تمشيني مشيني، عايز تقعدنا. يعني انا في الحالتين انا كمدير فني انا مش خسران يعني.